البحرين نفسه، صدقوني، حتى لو جلبوا دبابات العالم، ودخول الدبابات السعودية إلى البحرين تذكرنا بدخول قوات الاتحاد السوفيتي إلى ثورة الربيع في براغ. نفس الطريقة بالضبط، نفس الطريقة، دخلت الدبابات واستقبلوها المواطنين بصدور عارية. حسبي الله ونعم الوكيل والله. فيا أخواني، أنا بكل بساطة أقولكم أن هناك تعاطف دولي مع القضية البحرينية. رجاء يا أخواني لا تنساقون خلف كلام بعض المرتزقة وأرباب بعض القنوات المأجورة. أرجوكم رجاء، كشخص محب لكم سني من دولة مجاورة يحبكم ويحترمكم، أنا والله ليس لي مصلحة في أن أرى رؤوس أبناء البحرين تنشطر بطلقات الشوزن. أي منطق، أي عقل، أي فكر، عيب والله عيب. وأوجه ندائي لمشايخ السنة، أقول يا أخواني، إذا فرضنا أنه البحرينيين ثاروا بطريقة يعني لا تعجبكم، بطائفية، بهمجية، هل يستحق حمد أن يوصف بأوصاف الخلفاء الراشدين؟ هل يستحق حمد أن يوصف بالملك العادل وولي الأمر؟ أعوذ بالله يا جماعة، فعلا الدين أصبح مطية. وأحذركم من الوقوع في الفخ الطائفي. الفخ الطائفي ترى فخ قذر، فخ إسرائيلي أمريكي. حذاري من الوقوع في فخ الطائفية. وأنا إن شاء الله وغيري من الشرفاء السنة المعروفين سندحض هذه الفرية في الروم وفي المنتديات وفي اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي التويتر ومع أصدقائنا. صدقوني لوجه الطائفية إطلاقا. وأنا آسف على الإطالة يا أخوان، لكن أنا منفعل ومتعاطف وتعبان، تعبان نفسيا. لم أتصور أن البشر تصل بهم يعني الجشع والظلم والحقد، أن يعني يطلقون الشوزن على أبرياء مثل ما حصل في وضع الشهيد السعيد أحمد فرحان وغيره. منظر مقرف يا رجل، لا يستسيغه أي إنسان. حرام والله حرام. إلى الأمام يا شعب الدلمن، إلى الأمام يا شعب البحرين الحر. والله إنكم منصورين، والله 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 إنكم منصورين.